عريس شاب يقتل ليله زفافه واب يذبح ابنته بدم بارد، اي زمن هذا الذي اصبح فيه القتل مجانيا ومن اقرب المقربين؟ انهم سفاحون على ابواب جهنم نالوا عقاب الارض وينتظرون عقاب السماء. على بالكم هذا الان احنا نرانا ساكنين في المقبره. انا نضرب كل على السته في المقبره بعدين بعد انا نغزو تدخل امها. الشيء اللي حيرني هو السبب اللي مدوه. علاش <تصفيص> <applause> علاش خنقتها انا زادت معايا في الهضره قلت لك عشاك تشوفي الخاتم هذا تتفكري الفرحه اللي ما تتفكري ذيك الفرحه اللي ما فرحتش بقويه تلا خنقها بيدي خنقها خنقها من بعد كي خنقها وشافها داخت يحسب فيها داخت هزها يخبط فيها الدم دم سيعودون بنا الى لحظات اسالت الكثير من الدماء والكثير من الدموع لحظات اغتيالهم في جرائم هزت الرأي العام الجزائري هذا ما سيخبرنا به ضيوف هذا العدد السلام عليكم مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج عشت وشفت على قناة الشروق هل يمكن للأموات أن يشاركوا في برنامج تلفزيوني؟ نعم يمكنهم ذلك مجازا من خلال أحبائهم الذين جاءوا إلى البرنامج وسيعودون و... وسيعودون بنا الى لحظات اسالت الكثير من الدماء والكثير من الدموع، لحظات اغتيالهم في جرائم هزت الراي العام الجزائري في السنوات الاخيره. اربع قصص سنستمع اليها مشاهدينا الكرام بحضور أه الاستاذه المحاميه والاستاذه الجامعيه الاستاذه فريده عبري التي س... ستقوم بالتعليق على كل القصص التي سنعرضها. مساء الخير استاذه عبري. بس. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. استاذ عبري نحن على موعد مع قصص مرات الإنسان كي يسمع كيف تمت نقولوا بلي هذا الإنسان اللي ارتكب هذا الجريمة تفوق على الشيطان في 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 بشاعته أول قصة سنبدأ بها مشاهدينا هي قصة الأب السفاح من باتنا سنعود بعد قليل قبل أن نستهل أول شهاده لسهره اليوم انا اذكركم مشاهدينا الكرام اننا كذلك في هذه الحلقه نستقبل ضحيه وقع في احدى الولايات بالجزائر هذا هو الموضوع الذي سنركز عليه في هذه الحلقه ولكن تفاصيله لن يستمع اليها كل المشاهدين ولكن سيستمع اليها الحضور بشكل خاص والاستاذه المحاميه التي تجلس معنا ومن تقدم من ستقدم الشهاده تحضر معنا ولكن كما اعتدتم لن يمكنكم مشاهدتها الا من خلال ظلها، الظل هو تقريبا ما بقي من حياتها. مساء الخير. مساء النار. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، انا اشكرك على قبولك الحضور معنا في البرنامج، انا اتعهد لك يعني امام امام الشباب وامام الضيوف ان كل المعلومات المتعلقه بهويتك وبعنوانك وبمكان اقامتك لن نقوم بنشرها ونحن من منبر برنامج عشت وشفته من منبر الشروق نتعهد لك بالحفاظ على سريتك يعني واحد ما حيعرف شكون انت ولكن ما يهمنا من القصه هو الشيء اللي عشتيه لانه في السنوات الاخيره نحن نستقبل حالات كثيره تصب في نفس الموضوع اللي اللي عشتيه تقريبا نعم شكرا انا خليك دوكا تستعفي شويه نخليك تحضري نفسك وساعود اليك خلال الحلقه شكرا شكرا الموضوع الأول الذي سنفتتح به الحلقة هو للسيدة حناشي مليكة التي جاءت من ولاية باتنا مساء الخير سيدة أيشك وليدي؟ لاباس الحجة أيشك وليدي الحمد لله الحمد لله، الحجة جيتي أنت مع بنتك حنان، وأنا أشرح للمشاهدين أنه حنان تقريبا غير قادرة على الكلام لأنه الموضوع يدور تقريبا حولها ولكن هي جات إحنا طلبنا منها تكون حاضرة معنا في في الحلقة ماشي برك من أجل من أجل البرنامج ولكن كذلك من أجل من اجل الشيء اللي صرا الحاجه انا قلت باللي راح نبداو نهضروا على اب سفاح لانه الانسان يتوقع مرات يعني في الحياه يتوقع, الانسان انه يقتلوا اي انسان الا الاب ولكن هذا الشيء اللي صرا عندكم في الدار عندنا صورة اعتقد تاع البنت الله يرحمها انا نقول هي بنت بصح هي في الاساس طفله صغيره هذه هي 14 سنه خمسطاش خمسطاش أي أنا داروها في الصيام معلمة ماتتاحها داروها في يناير كي داروا الحفلة صورتها المعلمة ماتتاحها المعلمة تاعها هي اللي صورتها أستاذة واش صار ال كانت تقرا أحسن تلميذة في الصيام تقرا مليح الزاديرة تاعها يشتيوها كانت عندي قرات هو ما يجي ما. ما يطلع عليها ما والو نساها خلاص أنا اللي كبرتها مام هي ما ما هي ما تشتيش ما اللي بدات تهضر ما سمعتهاش قالت بابا خلاص ما تعيطوش بابا سي. سي يوسف كبرتها تعبت عليها انا وامها نخدموا على جالها باش نكسيوها باش نقلبوها في حاجه اخرى ذيك النهار انا في القايلة جدا على بصح سمحي لي الحاجه علاش ما تعرفش باباها؟ يعني مطلقين يعني حنان اه طلقت جابتها في, في القماطه كي يزيد جابتها هو كان في الحبس كان حبس معه في الجدار ما حبش نفهم جا نشوف فيه من هي جا طلع هسا كودو قلت له واش كي قدام السنه ما شفناكش كيف جيت اليوم؟ قال لي جيت ندي ميعاد اه, آه قال لي جيت نديها اللي هي عند عمتها تقعد تبات و... وغدواني نهبطها لك وين كان هو؟ كان في الجزائر كان هنايا عايش في الجزائر هيا قلت لها تروحي بعد قال لها خدمتي في الامتحان قالت له هي قال لها وش بغيتي قالت له بغيت بورطابل يا البورطابل ما درتولها لها باسكو في على قرايتها حنا قلنا كي تنجح نديروه لها انا وامها هي كي شافت الصوار جبت الصوار طفله تقول لك ساي شري لي بورتابل سربت لبست قشها خرجت هي وياها كي جات خارجه قلت فيها كي ديتي قش باش ترقدي قالت لي دارت لي هك يعني روحي برك نرجع أي ما تشتي ما تهدرش معاهم ما تشتي عمتها عمتها لا سال تشتيها باسكو دارتها الحنان يعني هو قالها روحي معايا باش نشيلك لك البنت لبنته لو كان ما قالهاش لك اه ما تروحش تروح تروح مستحيل سي تروح مستحيل انا اللي نعرفها مربيتها هيا خرجت معاه هما كيوصلوا للبلاد كيوصلوا للبلاد كيفاش راه راه في دار الشرع انا ما شافتش عيني قال لهم زيدت معايا في الهضره ضربها بكف كي ضربها بكيف طلعها في البيس وكانوا عنده الصوارد وما قدرش يحكم طاكسي هو كان مخدم الخدمه هذه باش يقتلها عمتها ما كانتش راحت عند الطبيب هي كانت طفله مولات 10 سنين بنت عمتها يشتيوها بزاف يشتيوها ياسر ياسر كي دخلها للدار وصلت دخلها للصالون ولا شومبرا ما على بالناش قالها الطفله قالها روحي تي هي قالها مي راح ترقد جبتها هاي تعبانه دار نيسيسير تاعه كلش وقوه الموسيقى سما بنت طفله مولات عشر سنين اللي تهضر للجوجه قالت له دار الموسيقى كي دار الموسيقى تعبت معاه بزاف خنقها كي خنقها تعبت معاه بزاف جا كي جابوه جا الجدار جابوه كل مخبش منه الطبيب الشرعي التقرير تاع الطبيب الشرعي يقول هكا يقول التجاعيد في يديها تعبت معاه ياسر يعني ضربت معاه ضربت معاه كنت إيه؟ تتخيلي فيها انت وهي تضرب معاه يعني اه نتخيل تعيط انا ماما ماما تعيط هي هكا انا امها فينا. امها صاحبتها باش ما سمعناش كانت بنتي اللي مزوجه في الدار صحاباتها قالوا لها واش راكي ديري يا سلمى بنتي مزوجه كانت عندي قالت لهم ما راح تخدم انا نخدم في الليل في ريستورون نبدأ من 4 ل تاع الليل وميعاد ذهب بها كوباو عليها ومن بعد زادوا شوي زادوا عيطوا قالوا لها ما تقوليناش لونساوها في الفيسبوك لما تقولي تقوليناش ميعاد اختي لها بها هو في الفيسبوك اه في الفيسبوك لونساوها سم سم ما. نعتو كيف خرجوها من الدار وكيف جا دار ميه هذه عيطت لها بنتي عيطت لنا رحنا نجري ولا الجدرميه تاع سيدي معنصر تسمى هذه لافير صرات في عيون العصافر <applause> رحنا الجدرميه قالوا لنا بزوا هذا بهر بعد الجدرميه كذبوا على امها قالوا لها ما ماتت في الكوما هذه تعيط تقول يا ما ماتتش ميعاد ما ماتتش ما من بعد زمان كي تلموا كل في السبيطار بعد قالها العساس قالها بنتك توفات عن كرسي وصفقت تقتلها في الباطل نيتى ما ربيتها حسن تربيه واش تقول لي تقول لي انا, أنا نقرا بغيت نقرا ونخرج لدارميه كي نقول لها ديري الخمار تقول لي لا لا نحن نخرج نتركي وحتى كي ما تموت لي كانت مالي عليا الدار نخرج معاها ندير معاها كل وقت صح نقول لك يعني انت بحالي يماها يعني ربيتها يا صغيره انا اللي سميتها انا اللي كلش ما تخدم فهمتي واش كان صاري كي ماتت؟ تعبت شويه الفكره هذي؟ باسكو كاين كاين انسان يفقد عقله كان يفلت كاين اللي ما يامنش. قدرناش على بالكم ما. للان حنا رانا ساكنين في في المقبره انا بكري على السته الصبح في المقبره من بعد انا تدخل امها هذيك صاحبتها هذيك امها هذيك كل الجميعات ماقدرتش توقفي في القبر واش تقولي لها؟ آه. تكوني قلبي؟ نهضروا نهضر معاها نهضر ربي يسمح لها بنيتي آه. ما دارت لي والو تقرا تقرا احسن تلميذه المعلمين تاعها تاع يا ثلاث ايام ويا عندي في الدار كي ماتت شو نقول لك الوفاه تاعها جات الدنيا تقلبت عندها باطل ها. يشتيوها كل الناس يشتيوها المعلمين تاعها كلك كلك الحاجه عاقلة. انا لي نهضر مع بنتك شويه حنان مرحبا يعني كيف كيفاش جاك الخبر تاع بنتك؟ جاتني صدمه هو كي جا داها أنا ما كنتش في الدار كنت خدامة، خد بالك في الصيف نخدم في ليزار تاع الحفلات مع الحلاقين، كل خطرة كيفاه، جا داها أنا جيت مروحة للدار باه نروح نتغدا، العشية طار وقت الخمسة، قالتلي لي أختي لي في الطريق قالتلي وداها ميعاد عاد وداها باباها، لها لا ما لا عيطوليش ولا قلتوليش. علاش ما عيطولكش؟ جا يوم الزيارة القانونية ولا جا هكاك برك؟ تزيان. هو ما يجيهاش ير... من <applause> نهار زادت يا ربي ثلاث خطرات من اللي شافها ولا جدها. 14 سنة. كان هارب عندنا فاقة عمره لا مد النفقة من اللي زادت الطفلة. هذه تقول لي روح نشكي بيع النفقة نقول لها لا لا. نقول لها لا لا. <applause> كملي من بعد من بعد وليت لبست قشيه بطلب لها نشري شوية حوايج الحلاقة مع البنات. عيطت برك شوية. عيطت لي اختي قالت لي مي عاد توفات قلت لها كيف توفات خي مي داها باباها قالت لي لا لا بداها وقتلها هزيت انا طاكسي رحت ديريكت لدارهم والمقر وين يسكن وليت نطبطب برك وليت ما نشوفش نطبطب على الناس نحسب دارهم هي دارهم حتى طلبت عليا طفلة قالت لي تاتا مي ماتت ماتت قتلها باباها صدمة كانت الظرق آه الظرق وما نشم بلي ماتت ولا بلاك في دار عمتها في دار خوالنا مم. كانت صديقتي كانت مش بنتي نقول ربي يرحمها ربي يرحمها ربي يصبرنا هذا ما بغيت مم. أه شفتيها شفتي الجثه انا كيفاش كيف في هذيك الليله كي مات فيها ما خلاونيش نشوفها الصباح في دارنا هربت الصباح ربي رحت ديراكت الباب لا مور قلت حتى نزاني تاع قال لي قلت له نشوفها قال لي ما نخليكش تدخلي قلت له والله ما ندير والو حل عليها السانسور ما حلش كومبلي حل جوست نشطه زرقاء صاي ما انت تعرفي هذا السيد تعرفيه قبل ما يدخل الحبس ولا ما دخل الحبس تكون باباها الزوجه عرفت زواج تقليدي سمعت في, في بالك علاش قتلها؟ ما كانش سبب انه يدفع يقتلها ما يقنعنيش انا السبب تاع كي قال لهم زايدت معايا في الهضره ما زايد انا راني امها ساعات نتشاجروا نتقابضوا نقدر نقدر نقتلها مي ما نقدرش نديرها نقلق منها نخرج ونخليها وحده وحده روح للدار تبوسني تولي تلاحي وليدي كيفاش قتلها هو؟ قتلها قتلا خنقها بيدي خنقها خنقها من بعد كي خنقها وبشافها داخت يحسب فيها داخت الزاك يخبط فيها الدم التريكو تاعو وهكاك زاد حكم الفيزو تاع بنت ختو كملها كسرلها لها هذه الكرومه يلعب راسها كيقول آه. تقريتها طبيب الشرعي باسكو كي كيف لا كي في غسلتها حبيبتي تخدم راسها يلعب لها لظلها العياذ اه قلت لها موتها على بالك تعبت معاه باش قلت لها تعبت معاه ياسر يعني انا هذا الشيء اللي ما فهمتوش طفله ما يعرفهاش اه ما عندوش الحنانه تاع الاب ديها يعني شافها ثلاث مرات في 15 سنه ما ما تعبش عليها ما عندوش هذيك حنا تلعب تاع جا هكا كيفاش جاباته طريق جا هذيك هي اللي طاكش هو قدام انا نسيت خليقته انا تزوجت به قعدت عندو يا ربيعة طلقت ما خليقته ونسيتها من 2010 ما كانش كاين بيناتكم ديز. ديز. ما كانش كاين والو ما عندي حتى ولا باطل يعني عاصل. موت ما موت مجاني هذا حكموا عليه الاعدام ومن بعد زاد كسر الشرع حكموا له اعدام زاد كسر شرعة الله هنا بزاير كيف كيف من بعد هو هو هو, هو, هو يسمى مستعرف, مستعرف. قال لهم غلطت وقتلتها و... غلط؟ اه قال لهم هكا هي مستعرف انا الشيء اللي مش عارف الشيء اللي حيرني هو السبب اللي مدوه إيه؟ علاش علاش خنقتها؟ السبب زادت معايا في الهضره زادت قال لهم زادت معايا في الهضره, الهضرة. شوفي قبل ما تموت قالت لهم ها خدي لي, لي حفله في البيت البيتزيريا وقلت لها انا نديرها لك هذه واش تمسخرت معاها قالت لها شتي واش ندير قالت لها درك نجيب القيطون هذا تاع الموتى ونحطه عند الباطي ما بعرفي صحاباتك الهضره اللي هدرتها قدرت ربي خرجت كيما هدرتها كيما درت القيطون عند الباطي ما درك صحاباتها درك صحاباتها يلقاوني يعيطوا لي عليا دور نلقاهم هما يتلاحوا عليا ما قدرتش نقعد في في داري رانا هاملين على <applause> بالك العشيه نرقدوا نروح ونخرجوا ما قدرتش نشوف صحاباتي يروحوا يقراوا ما قدرتش نسيوت ما قدرتش ما قدرتش الجبانة ساكنين في الجبانة نهار كامل احنا نعدلوا في القبر نهار كامل احنا نبنترو نهار كامل احنا هكا مول مل الجبانة عادي يحوز فينا عادي يحوز فينا طيب عمتها تحبها بزاف، عمتها صح، عمتها شاهدت في الحق معنا عمتها واش قالت للجوج؟ قالت له طفله مجتهده، طفله متربيه، قالت له تجيبها عندنا، ما يحوسوش عليها، قالت له ح... هي نناها كي نقعدوا ساعات كي تعود هاك العطله ولا لي ويكاند، انا اللي نديها، قلت تروح تعرف ماليها، ما نعرفش انا نمشي صرا امها تزوج امها ما نعرف تلقى ماليها. عمتها هدرت الحق عند الجوج طيب كاش ما كاينه حاجه حبيتوا تزيدوها اليوم احنا يا سول هضرنا عليها في البرنامج باش, نا باش باش على الاقل الناس يدعيوا لها على الاقل الناس يسمعوا عندهم عندهم والذكرى الذكرى تاعها للناس لانه باش مش ما تتنساش دات. لانه ياما اطفال قتلوا ياما ناس ماتوا هكا بصح واحد ما شافي عليهم يعني ايش وش انا مانيش حاب نقول انه ما عادش كاين الامان اللي راح يردمها في الدار في الجاردينه نقسم لك بالله لما جاتني الجبانه وتحكي لي ها كم قابلتهم والله العظيم قالت لي داب التراب وحفر على بال قادر يردمها ويدير واحد ما يجيب خبرها يقول راحت انا جبتها من عندي هربت ياها يقولها ما يحكم حتى نهار حبس ربي وربي معانا ما درناش الشر الحمد لله دفنتها بيدي الحمد لله دفناها بيدينا الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يرحمها وان الله ربي, ربي يرحمها الله ربي يصبرنا هذا ان شاء الله الناس نفس يزيدوا لها اكثر كواكو هي 14 سنه يعني عندها اربع سنين لور خمس سنين كانت طفله صغيره يعني جاية بريئه يعني ما مدارة مدارة. 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 شتي تقرات شتي والله يا سي يوسف كي نروح نسناها بالصيام نقول لها ميعاد عاد ردي بالك ما تمشيليش مع البنات هكا قراي تقول لي ان انت على تهضري هكا كي حاجه وتهضري في الناس هي تنعت لي صلاحي والله هي اللي تنعت لي صلاحي ما تشتي ايه باسكو ربيتيها ربيتيها بيان. ربيتها بيان ربيتها احسن تربيه تخاف من خيالها كي نعودوا راكبين في فرود تجبدني هاك تقول لي انا ما تركبيش معها تركبيش تقول لي. برك باش ما ننساش قبل ما نروح للفاصل هو قلت لي زاد لا ميوزيك في الدار باش واحد آه الموسيقى بنت ختوم ولات 10 سنين هي اللي هدرت انا ما شفت والو هي اللي هدرت هو زاد في الموسيقى باش ما يسمعوش الآن انت حكي عودي قالت لها الجوجه شوفي ترى هذاك خالك قالت لها هاك دورت راسها طفله عنده ولد شوكات تبكي ما تهدرش قالت لها لا وتبكي طفله مولات 10 سنين يشتيوها ياسر. دركا ولات بنتي عندي ولات بنتي نقول لهم أرواح وندي وحدة منهم توانسني في بلاصة ميعاد يقولوا لي إذا ميعاد راحت ما نجيش وحدة ما تجي عندي إن شاء الله تتلقى بها في الجنة إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيكم القدرة باش شغل ومايش الصبر وبش... غير ميعاد يعني كاين مش غير ميعاد على يعني بالي نجات من بسكرة ثانية القضية تاع آه استبع تاني نتبع و... ديما الحصة ديما طيب شكرا سيدة حناشي شكرا سيدنا، حنان مشاهدين الكرام سوف نتوقف مع فاصل قصير لاستقبال الضيفة التي سترافقنا في هذه الحلقة وهي الإعلامية ساربانا سنعود بعد قليل برنامج عشت وشفت متواصل مشاهدينا الكرام وكما قلت لكم التحقت بنا في هذه الحلقة الصحفية الإعلامية سارة بن أمس الخير سارة في معنا اليوم في حلقة خاصة بجرائم شيطانية سأعود إليك بعد قليل للحديث عن المواضيع الأخرى سنبدأ الآن مشاهدينا سنستهل الجزء المخصص للمواطنين الذين لا يرغبون في الإفصاح. عن هويتهم وكما قلت لكم في بداية الحلقة فإن المتحدثة اليوم هي شابة ارتكب كذلك والدها جريمة شنع في حقها ودخل على إثرها إلى السجن ولكنه توفي في السجن بعد سبع سنوات من العقاب مساء الخير الأخت لبس الحمد لله الحمد لله أكيد سمع فيها مليح أنا سمع. طيب آه أنا أن نرجع معك إلى أول مرة جيتي عندنا البيرو لما تلاقيت أنا وأنت وقصرنا يعني حكيتي لي على القضية تاعك قبل ما نحكي على بابك وش دار أنا حاب توصفي لي الأجواء اللي كنتوا عايشين فيها في الدار يعني هل قريتي هل رحتي للمدرسة هل كنتوا في العائلة بيان هل كنتوا كإخوة وأخوات هل كنتوا ملاح يعني الجو العائلي أسكو كان بيان ما كانش مليح الجو فما كنا عايشين أسرة شغل ما عندنا واش ناكلو بابا ما يخدمش شغل ما عندنا لا تريسيتي لا الماء وعندنا شامبرا وكوزينة برك ما عندناش شليت وين نرقدو كنا كامل نرقدو في شامبرا وحدة كنتو كامل, كنتو كامل يعني تباتو في غرفة واحدة أه. آه. أولاد وبنات والأب والأم كامل مم. وانتوما شحال كنتو؟ 10 الله يبارك 10 الله يبارك ايه بابا ويما 12 12 امم الترتيب أه تاعك بين اخوتك شحال؟ انا الثالثة الرابعة 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 وفي البنات؟ أه في البنات الأولى في أول البنات في البنات طيب أه علاقتك أنت مع الوالد تاعك كيفاش كانت يعني؟ كان أب يعني من نوع الحنون من نوع العنيف من نوع ال كان حنين معايا بزاف كان حنين معايا بزاف كان يبغيني لدرجة شغل حتى شغل كاش كيف نوصفها لك حتى طيب آه يعني هذا الشيء اللي صرا انا احاول انا ساحاول ايصال ما حدث للمشاهدين ولكن بدون تسميه الاشياء التي وقعت وذلك تفاديا لاحراج المشاهدين في منازلهم واذكر المشاهدين ان ما ستقوله السيدة الان سيستمع اليه بشكل خاص الجمهور الحاضر في البلاطو والاخصائيين والضيوف ولكن المشاهد في منزله نحن نعول على ذكائه لكي يفهم ما ما حصل طيب الاخت يعني ما دام كنتوا في في شومبرا واحدة كنتوا كامل مع بعضكم يعني كان عندنا بيت في كوزينة الكوزينة كانوا يرقدوا فيها خاوتي الكبار ثلاثة في كورة وإحنا صار كنا نرقدوا مع بابا ويما في شامبرا واحدة ايه بصح كيفاش اللي صرا صرا يعني؟ أه. يا اخي قلتي لي انا كنت ما نخرجش من الدار وما قريتيش انت خرجتي قريت في قريت في الابتدائي قريت السنه السادسه ابتدائي وخرجتي؟ ايه صح وقت وقتاش كان يصرا هذاك سوء سوء المعامله؟ ملي نشفى ها كان في عمرك لما شفيتي أول مرة؟ ممكن سبع سنين هكاك إلى غاية؟ إلى غاية 16 سنة 16 سنة؟ إيه طيب من ست سنين إلى 16 سنة كاين 10 سنوات طوال أعراض يعني 10 سنوات عجاف باينه واحد في الدار ما انتبه انه الاب غير طبيعي غير مستقر في عقله لأخوك ولا لا يماك لا اختك لا اخوك والو ما كاش اللي انتبه ما على فعلا ما كاش اللي انتبه ولا ولا أه. امر اخر اه جاب لي ربي ما انتبهوش ما انتبهوش ما انتبهوش ايه ما انتبهوش اللي كان صاري لما ك... لما كان الوالد تاعك يسيء المعامله تاعك اسكو كنتي تحكي الام تاعك ما كنتش نحكي أه... علاش يعني يم... آه يما ماشي جابتني ليها وماشي جايبه خبر كاع الدنيا شغل آه ما ما حكيتلهاش ما حكيتلها والو ما حكيت لحتى بنادم ماشي ماشي جايب خبر لا تسمحي لي برك انا نوصلها للمشاهدين كما قلتيها لي اول مره انت قلتي لي انه الام تاعي عندها مرض عقلي ضل راقده ما تنوضش غير مستوعبه لي شو صاري اوكي okay, اوكي okay. طيب آه هو سؤال هذا جانبي يعني ما عندوش علاقه بالموضوع ولكن <applause> كي راكي تح... كي فيا راكي تقولي كلمه بابا 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 تجيني <applause> ثقيلة بصح لازم ننطقها شغل باش يعرفوا المشاهدين وكامل بلي هذا هو بابا كما يقولوا جيني ثقيلة قلبي زازة كي نطقها أصلا قلبي ما نحسش حاجة نورمال ولا ولا انسان كان عارف بوش كان يصرالك لك نعم. لا العائله لا نعم للعائلة لا كانوا عندكم جيران لا لا عندنا دار عمي ساكنين قدامنا وكانت جداتي الله يرحمها ماتت دونك كانوا ناس يعني. قلت لهم أه سيتي تحكي لهم آه ما حكيت لهم مش. خلاص قلبي تعمر صبرت أه صبرت صبرت ما تفاضل الكاس طيب على كل انا ساعود الى بقيه القصه لان القصه اخذت بعد هذا الشيء ابعاد كارثيه لك ولعائلتك واذكر فقط للمشاهدين ان كل الكلام الذي تقوله هو السيده يعني كلام اكيد ومؤكد يعني وهنالك احكام قضائيه وشهادات طبيه والمعلومات كلها صحيحه والهدف من هذه القصه ليس الغوص في هذه المواضيع التي تحرج احيانا من يستمع اليها ولكن اسمحوا لي ان اقول لكم اننا مؤخرا اصبحنا نستقبل الكثير من الشهادات الكثير من ضحايا هذه الظواهر التي تحدث داخل العائله واغلبها تتم بهذا الشكل يعني تبدا مع الطفل وهو صغير والطفل صغير لما يتعرض الى سوء المعامله او التحرش بمختلف انواعه لا يدرك ما يحصل له، سنوات طويله وهو يتعرض لسوء المعامله ولكنه لا لا يفهم ما حصل له. ساعود اليك بعد قليل الاخت استاذه عبري انا ساتحدث معك على عجاله على قضيه الاب السفاح يعني لا ادري ان كانت كلمه اب تليق بهذا الشخص ولكن هنالك مشاهدون ربما سينصدمون من سماع قصة أب قتل ابنته أب اعتدى على ابنته أب قتل ابنه يعني أه ولكن أنت كممارسة وكمحامية في المحاكم الأكيد أنه ليست أول مرة تمر عليك قصة مماثلة نعم هي صراحة الله يعطيكم الصبر الله الله يعطيكم الصبر أنا أعتقدش أنه كاين أم على سطح الأرض تمد تمد بنتها للإنسان اللي قال فيه رب العالمين وبالوالدين إحسانا مشكلة أنه ما عطاتهاش البراني بلاك ممكن لو كان الذهب براني والله ما يقتل والله ما يدير لها ربع الشيء يداروا باباها انا حبيت نعرف انا وش هو القلب اللي يخلي انسان ينهي حياه فريده كبده هذه راي كبده والاكثر من ذلك لو كان احنا احنا مرات يمروا علينا قضايا قتل يجي واحد يعني رميا بالرصاص رصاصه في الراس مات لكن لما انسان تكون تخنق فيه معناتها هذاك الانسان راه يقاوم راهي يقول لك يا بابا ما تقتلنيش يا بابا ما تقتلنيش وين كان قلبك مستحيل تكون خنقة واحدة قتلتها راهي استمرت العملية ممكن عشرة دقائق ربع ساعة ربع ساعة ما ربع ساعة مرت كأب. عليها كدهر كدهر ربع ساعة دي قلبك كأب وين كان ومعليش نتجاوز هذا الشيء أعطيني سبب أعطيني مبرر إذا كان قانون العقوبات الجزائري جرائم الشرف أستاذ يوسف باش واعي والمشاهدين حتى لما تشوف بنت خارجة طريق مم. ما عندكش الحق تقتلها جرائم مم. الشرف هذه بنت كيما هذه أعطوني أنا الخطيئة اللي رتقبتها ميعاد باش حياتها بالطريقه هذه م. هذا الانسان صدقيني يسمينا سمينا الحلقه اليوم بجرائم شيطانيه هذا اقل توصيف ممكن م. نسموه به القضيه هذه عزائكم عند رب العالمين انه هذه الشفيعه ليك يوم الحساب هذه تدخلي للجنه والقانون الله. عطاك حقك لانه قبل ما ندخل معك الاستوديو كان قال لي استاذ يوسف عندك الحق تطلعي على الحالات لما قلت لي الاعدام والله لريحت مم. والاعدام على مرحلتين استاذ يوسف الداه محكمه الجنايات الابتدائيه يه. محكمه الجنايات الاسرية عنده الحق يكسر الشرع المحكمه العليا حقه هذا ما نحولوش بصحه اكتي يا سيدتي العداله اللي راي امامنا اليوم هي عداله دنيويه فقط استناي العداله تاع الاخره لما يتقابل عند رب العالمين ورب العالمين يقول اعطيت لك امانه سميها ميعاد رجع لي ميعاد اعطيني ميعاد كنت هليت فيها ولا ما تهليتش يوم انت كأم حتقول رب العالمين انا ما كتبش مكتوب بيني وبينه وانتهى الامر ولكن ربيت وكبرت وجابت معدل ورسلتها لبابها انا هنا خلاص تخدمت يوم هتأكدي بلي عقاب رب العالمين هو يغفر الذنوب ولكن عقاب رب العالمين للانسان اللي يدير مفسده انه يفسد وليده طيب بالقتل تاكدي انها ما تكون سهله ومع ذلك والله رغم كل شيء راني نشوف سيده قويه جيتي اليوم وعطيتينا حكايتك راني نشوف سيده قويه م. واللي خلق سيداتي كريمه ما يضيعش م. والحياه هذه فيها مطبات يا, يا ناس عاشوا ما اسوا منك سيداتي ولكن ارضاو بقضاء رب العالمين وربي طيب. عليك ان شاء الله شكرا لك استاذه عبري نعم الحجه ما كفانيش الاعدام بغيت نشوفه هكا قدامي يتعذب برك هذا ب... ما لو وكنت تشوفيه واش تقولي له شنو لي قلبي على بنتي حرق لي قلبي على بنتي حكيت مزيت من الدار شي داخله من الجامع انا انا واش درتي لي ناكل انا انا واش بغيت انا انا واش ندير نلبسها كل امتحان سيوس كل امتحان لازم تتكسى كل امتحان عيشنا عيشناها 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 وما تكسي انا نكسي مم. عيشناها تاكل تشرب نحبسوا بها نديوها عيشناها معليش الحجه في الحلقه تاع اليوم ماشي غير انت اللي راكي ماشي غير قلبك اللي راه محروق يعني كان انا الناس ناس اخرين باش تشوفي باللي ماتوا يعني ماشي يقولوا اذا عمت خفت يعني ما بينا ما تعمش ماذا بينا تخف بي بطريقه اخرى ماشي بهذا الشكل ولكن دوك تسمعي بلي كاين ناس ثاني تيقتلوا الناس باطل مجانا باطل اي باطل عندنا انا يعني منك سمحي لي نهضر مع الاخت اللي جاتنا لبنى من رغايه مساء الخير لبنى لباس الحمد لله لبنى كيعيطي لي في التليفون صوتك مازال دك يدور في في راسي جنازه يوم الجنازه دوك نحكيو على واحد على هاد عيطي على هاد هذا ال... الاخ تاعي تم القتل القتل معاق ذهنيا معاق بالمئة عذبوه <applause> عذبوه ضربوه حقروه دارولو كلش <applause> <applause> خويا مسكين عاقل ما ياذيش النملة ما ياذيش يا خويا يوسف جرح ما جديد انا ماشي خويا هذا أنا وليدي كبتين حزامه معروقه هذا <تسكرت> أنا, انا ربيته كي كان صغير انا اللي ربيته انا تحرمت في الطفوله تاعي على جالو لاني انا الكبيره في دارنا ومن بعد عندي اخت صغيره علي يوم بعد هو انا كنت متحمله مسؤوليته وانا نخرج وانا ندخل وانا ندير له كلش هنايا هو هو الله يرحمه مسكين او يبان في عمره 15 سنه ولكن هو عنده 28 هو سنه هو الاخ تاعي البنيه تاعو ضعيف البنيه م. هو في عمره 28 سنه بصح كي معاق قليل واصلا عنده تخلف ذهني يعني النهار صارت الحديثة الناس كاع كيعرفوا العمر الحقيقي تاعو دهش وكانوا دايرينه في بالهم انهم قاصر انه قاصر ما راهش مجي راشد م. احنا نسكنو في حي شعبي وعندنا قدمنا سكنة حي العدل م. هو دائما يروح الاخ تاعي كان يقعد في الحي ويروح يروح لهذا المكان م. عنده صحابه دار صحابه تماك اصدقاء ولا يعلموه ولا يعرف يلبس ولا يعرف يهضر ولا يعرف يمشي ولا يعلموه الناس يعني. ويخالط الناس ولا لا لا الله محمد رسول الله دائما يروح لهذه البلاصه يقعد عنده قهوه وحفاف هذا صديقه هذا صديق الحفاف متهلي فيه يدير له كلش م. يقعد معاه ويلحق وقت معين يروح عند واحد القهوه يسنى الوالد تاعي يروح يجيبو يروح يجيبو بالسياره نهار الفاجعه كان نهار الجمعه بالجمعه كي راح لقاه في مغارق في الدماء تاعو خويا وين وين البلاصه مستحيل يروح عليها ما يروحش لدمك مستحيل كركروه ولا داوه ما ما على كيفاش لقيناه في حاله قلت الواد مرمي طايح على راسه الدم كامل غارق كامل في الدم تاعو مضروب في الراس مضروب في الوجه وجههم ديفورمي تلمو زعما ضربوه عنفوه بزاف عنفوه مم. انا يا تلقيت انا كنت في داري كانت ال11 ونص تاع الليل انا رفدت الهاتف ولقيت الخبر في, الفيسبوك في الصفحه تاع الراديو جريمه قتل طفل معاق اسمه سفيان انا ما امنت عقلي في هذيك اللحظه رفدت الهاتف اتصلت بالوالد تاعي جاوبني قلت له راك في الدار ولا برا قال لي راني برا قلت له ما تقوليش الحاجه اللي قريتها هذيك هي من قال لي لا 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 مازال ما تاكدناش قلت له الخبر نشروه هو مستحيل مازال ما تاكدتوش ما, ما واش راح نقول ابك كاين اللي ممكن في بلاصتك يقرا الخبر كيما هذا يموت الاخت تاعي مسكينه مزوجه في الصحراء نفس نفس لا قرات الخبر اللي قادوه في التليفون ما جات تلحق من الصحراء لهنايا ماتت مئات الموتى في اللحظه على بها ماشي مليح حتى الانسان ينشر التصاور تاع الناس والحوادث مننا لانه الواحد واحد كاين اللي كاين اللي ممكن يموت يقرب لي خوه مات ولا وليدو مات هكا في الفيسبوك باطل ومن بعد شفتي الجثه انت تاعو؟ شفت الجثه تاعو شفتها ما شفتهاش في هذيك اللحظه شفتها غد من ذاك في لاموخ انا الوالده تاعي راحت معايا ما خليتهاش تشوف الوجه تاعو كان كان معمر بالدم الوجه الجهه هذي دي ديفورمي كامل، كان طاحوا يضربوا في يضربوا في, 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 في بالك انت يا قبل ما نكمل معك شكون شكون اللي ممكن يدير له حاجه كيما هذي؟ لكن كان هو إنسان ضعيف، ضعيف وما يعرفش يقاوم وما اذا له واحد حكار، واحد غدار، حقار واحد غدار حقار وغدار هذا م. هو اللي دار له هذا الشيء، م. واحد واحد اللي يكون إنسان سليم وبعقله ما يهذيش واحد كيما هذا، م. ما يهذيهش هذا نقول لك النمله ما ياذيهاش ما يعرفش يديفوندي على روحه البنيه يعرف غير يبتسم غريب تأسم غري يضحك يقعد يقصر هذا واش يعرف يدير ما يعرفش في المنزل في المنزل عندي الاخوه تاعي صغار عليه كي يتناقشوا معاه ولا يلعبوا معاه هو يحسب باللي راهم يحقروا فيه يروح للوالد يجري يبقى يبكي ولا يروح لماما يقولها أو ابراهيم ضربني او لا سمعينا وحقرني ولا يبقى غريب صغير عشر سنين ما عاوش يديفوندي على روحه معه مم. عذبوه طيب لبنى شوفي انا انا عيطتي لي قلت لك ماشي مشكل نهضروا على القضيه ولكن لان القضيه حاليا مازالها قيد, قيد التحقيق, التحقيق. ما نحكيوش على التفاصيل الاخرى المتعلقه بال بسيروره التحقيق باش حتى العداله تاخذ منزلها كما نقول ولكن هذه شالله. فرصه باش على الاقل آه يعني الشهاده تاعك يعني هذه اليوم راح تكون على الاقل لذكرى سفيان لانه كاين بزاف ناس ربما يهضروا هضاري ما عندهمش علاقه بالحقيقه بوش صرا انت راكي هنا اختو راكي متاكده بالمعلومات اللي قلتيها والطريقه اللي شفنا بها يعني احنا انت العائله تاعنا احنا ناس مسالمين الاب تاعي انسان ما شاء الله الاخ تاعي هذا من المسجد ما يخرج عندي دي فيديو تاعو من المسجد ما يخرج كاين صحابه ولو يقولوا لي ولينا نصلوا بسبب صفيان لانه كيلحق وقت صلاتي يدوز على فلان نروحوا الجامعة، لفلان نروحوا الجامعة ولينا نروحوا للجامعة نحشموا طفل مريض يروح للجامع وحنا اللي صحاح ما نروحوش للجامع الاخر الموت الموت حق وربي سبحانه كاع رانا رايحين ولكن الطريقه هي اللي توجه الطريقه اللي مات بها الاخ تاعي هي اللي توجه انسان معاق 100% نورمالمون الحمايه كاع تكون ليه تكون ليه هو مم. بصح المجرم دائما القوي هو اللي راح يحوس على الضعيف باش باش على كل ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبركم ثاني وحنا رانا هنا يعني برنامج مفتوح يعني دوك حكينا بدايه الجريمه كيفاش صارت ولكن مستقبلا لما يصدر الحكم مرحبا بك نزيدوا نحكيوا للراي العام ونشوف صرا على الاقل وفاته ما تكونش ان شاء ش حقه سودان. ما يضيعش ان شاء الله حقه إن شاء ما يضيعش عندنا ثقه في العداله ان شاء الله العداله تجيب لنا حق ان شاء الله مشاهدينا الكرام حلقه اليوم صعبه جدا انا اعتقد انها صعبه على من يحضر معنا في البلاطو ويشاهد وهي كذلك صعبه على المشاهد في منزله برنامج عشت وشفت متواصل سنستمع الآن إلى رأي الإعلامية الصحفية سارة بانا حول الشهادة التي استمعت إليها الآن بخصوص جريمة قتل سفيان سارة سأحاول الابتعاد عن تفاصيل الجريمة في حدتها ولكن أنا أريد منك وأنت زميلة يعني معنا في المجال حول الفكرة التي يعتقد بها بعض المشاهدين أو المواطنين بدرجة متفاوته انه الاعلام لما ينشر اخبار القتل والجرائم هو يساهم في نشرها عكس المفروض انه الاعلام عندما يتحدث عن هذه الجرائم يساهم في التوعيه اكيد طبعا هي اول شيء خليني نقدم العزاء لانه عزاء لكل الحالات يعني شفناها اليوم هذه كل الجرائم هي جرائم مجانيه لناس لم يرتكبوا شيء ليس لديهم ذنب بعضهم كان فجائي وبعضهم كان لا يبرر بمنطق العقل الاعلام عندما ينشر مثل هذه الحياه الحالات يثبت اولا ان الامور موجوده على الاقل يمنح مثل اللقاح جرعه خفيفه تساهم في في تكوين مناعه معينه تقوم يوما ما با بالدفاع في حاله وجود شيء خطر مثل هذا فهي الرسائل عندما تكون بشكل واعي هي رسائل, رسائل تبني حالة من الدفاع عند عند الإنسان إذا م. تجرّحها بطريقة واعية طيب سارة كيف تشرحين للمشاهدين أنه المواضيع التي نعرضها مختلف الظواهر الاجتماعية أو الجرائم أو الشهادات التي نستمع إليها الآن ليست جديدة، هنالك من يقول أن الإعلام هو الذي ساهم في انتشارها لم نكن نسمع عنها من قبل، هم لا يدركون أنه أنهم لم يكونوا يسمعون عنها لأنه لم يكن هنالك إعلام أصلاً لم يكن هناك إعلام ونحن في مجتمع لا نتحدث فيه بصوت عالي تقريبا معظم الحالات التي تنتهي بجرائم شيطانية علامة الشيطان تظهر ولكن نحن يجب أن نكتم يجب أن نقول أن حياتنا تمشي بهذه الطريقة نرتدي قناع معين نسير في نهج معين ويجب الكل يتظاهر حتى وإن لم يكن حالته مختلفة وقصته مختلفة يجب أن يتظاهر أن الموجود يشبه العامة حتى لا يتعرض لمحاكمه يوميه للاسف هناك جلادين كبار في المجتمع وهذا الشيء الذي يشرع اكثر للبشر المجرمين ان يعيشون معنا بشكل عادي جدا يمارسون بشاعتهم الحالات التي سمعناها كلها يعني مؤسفه جدا ولكن في النهايه ينتهي بهم بما هو اسوا انا ساذكر المشاهدين بفكره اشرت اليها من خلال تحليلك هو عن مفهوم الجلاد هنالك القاتل المجاني وهنالك كذلك جلاد مجاني على مواقع التواصل الاجتماعي أو إنسان يقوم بنشر أي كلام بعد وقوع أي جريمة يحمل الضحية المسؤولية يقوم باختلاق سيناريو يروج لأفكار كاذبة كل هذه الأمور بشكل غير مباشر هي التي تشجع المجرم على ارتكاب جريمة لأنه يعرف أن الضحيه لن تنال كل التضامن بل سيناله هو كذلك نوع من التضامن المزيف وهو كذلك تضامن شيطاني عندما نترك الجريمه الاساسيه ونتحدث في تفاصيل سخيفه، هنالك شهاده اخرى مشاهدينا الكرام سنستمع اليها بعد قليل وهي لعائله مكونه من بنات من اخوات لديهم كما نقول بالتعبير الشابوي عين واحده يعني اخ وحيد واحد ووحيد وهو في منتهى الطيبه والخير والبر باخواته ولكن للاسف الاشخاص الطيبون لا ينالون دائما نهايات طيبه أنت الأنسة قهار مليكة من ولاية البليدة من ولاية البليدة أنت تانية يعني عندك نقطة مشتركة مع اللي جاء معنا اليوم هو أنه عندك أخ وحيد وأنت تقريبا كذلك أنت أمه أنت اللي ربيتيه أنت اللي أقرب ليه ولكن صرا اللي صرا وش صرا لمحمد ربي رحمه ربي رحمه شاء الله كان إنسان عاقل كنا عايشين لابس في دارنا كنا عايشين لابس بينا في دارنا احنا غير بنات ويما ربي يرحمها وبابا ربي يرحمه بعد خطبتلو شحال من وحده ما حبش وهذه المره خطبتلو له وحده حب عليها هذاك النهار كان في يونساي تاع غدوه من ذاك وجدت له كامل وجدنا في الليل القاط وشينا الخاتم وكامل من في يعني يعني. آه. غدوه من ذاك انا راح ندير له صاي. يعني كان عريس كما نقولو احنا كان عريس يعني عريس ايه غدوه من ذاك راح ندير له كان عنده خدامين هو في الحاضرة تاعو الحافظه تاعو كي كانوا عنده خدامين هذيك الليله جا هو يمكن قال بلي غدوه في نصاي تاعي شويه قال غدوه تاعي بصح انا ما قاليش بلي ودي راني عرضت صحابي وما حبش يقول لي قال لي ما قلت حتى لواحد وانا ما كنتش حابه نعرض حتى واحد كنا حابين نديروا احنا حنا في احنا ناس ناس بساطة قد نقد كيفنا ما مش يدع لنا الناس كامل بعد حشية قال لي شوفي اختي قال لي روح نجيب دراهمي ونخلص هذوك زوج خاوه ما حبوش يروحوا من عندي لازم هم هما اصلا كان عندهم عرس في دارهم قلت محمد ما تروحش تجيب دراهمك خلي تفوت في الفيونساي تاعك وبعد روح تجيب دراهمك قال لي لا لا قال لي لازم نروح نجيب دراهمي حتى ما حبوش يروحوا راح ما خذاش راهي راح جاب دراهم وجا مش عاوز حال جاب بيع علم هيا أيه طلع الخمسه خرج من عندي على الخمسه ده حشيه قال لي جبت دراهمي خلصتهم بصح ما حبوش يروحوا قلت له لا ما حبوش يروحوا قال لي ما عباليش قلت له والله قاعدين قال لي قاعدين في في الحاضره تاعو وين يخدم هو خدامين عنده خمسه خدامين انا قاعدين نعيط له محمد احنا رانا قاعدين في الدار زهوانيين ديال في الكاطو نوجد في الكاطو كامل هو كان فرحان الله يرحمه كان فرحان ميت بالفرحه وسرته كي وديت له الخاتم قلت له محمد ها خاتمك انا شريت لك خاتم باش قال لي معناتها راكي تخدعي فيا ها هو مسكين <applause> <applause> قلت له محمد هاو خاتمك شغل فرح ما كانش يستنى فيا بلي انا صح نجي له خاتم ونقطب له ومن بعد في اللي عيط له فيه هني فيه في فيه حتى ضربت 12 تاع الليل قلت له محمد واش ما تجيش قال لي لا لا راني جاي ما تقول الباب راني جاي انا يدنيت هكا لل للبيت ورقدت ورقد الصباح جاني التليفون جاني التليفون من عند راجل اختي من فيها العرض قالي لي الو مليكه وراه محمد قلت له محمد وفي او رجل الحضيره. في الحاضرة مع خاوتك قال لي لا لا بلا ما نذوق روحها قال لي خوك مات قلت له كيفاش خويا مات قال لي خوك مات انا طلعت نجري انا ديش كي طلعت نجري نلقى الجدار ميه ثما نلقى الجدار ميه خويا مرمي على نص الطريق من البارك خرجوه من البارك تاعو وحطوه على نص الطريق الحظيره تاعو جايه من بني تامو وبني مارد حطوه في نص الطريق برك ستو مسكين طايح وداير هكا حتى الدرك مازال ما ما كيعرفوا واش صاري انت قالوا لك مات تجري وشفتي خوك ومن بعد واش صرا بعد وش صار؟ بعد انا كي لقيت خويا هكاك ما عملتش بلي خويا ما قلت بالك راهو مغموم راهو ماسي وانا ديجا انا شتو مضروبه هنايا والدم سايح هكا في الارض رحت انا طلعت جات لومبيلوس بداتو لوبيطال كنت حط لوبيطال طبيبه ما خليتنيش نشوفه قالت لي ما تشوفيهش قلت لها والله انا شفته هي تحلف انا قالت لي ما تبكيش نخليك تشوفه خليتني شفته. ديش ست خويا مضروب سبعة وسبعين ضربة لو كان يديروا لوش عذبوه عذبوه مسكين ضربوه هنايا كيما مقرضي على روحو هكا ضربينو هنا ضربينو هنا في رجلو مسكين حازم رجلو بالتريكو مسكين ضربينو هنايا ضربينو هنا في عينيه جايزين عليه بالطونوبيل هكا وعافسينو على رجلو هنايا بالصباط والشابة كاع اللي كيشافوه ما ماتش ضربوه بالفاز وخبيو داخل داخل الحظيره هذيك حبوا الفلس داخل الحظيره هذيك تاعو طلعنا جا لي يشفطوا بريك كا كا كي تقولي لي سبعه وسبعين ضربه راكي متأكده بسبعه يعني وسبعين؟ أنا متأكده سبعه وسبعين ضربه في خويا وتقري طبيب الشرعي هو اللي يقول هذا المثال أنا أي كلمه نقولها خويا يوسف أي كلمه نقولها من فمي ما نظلم واحد ما ماني نكذب على واحد أي كلمه ننطق فيها بنساني من نتحاسب عليها قدام العداله. أي كلمة نقولها نتحاسب عليها، وعندي كاع البيانات، عندي كاع البيانات، وعلى بالي بلي خويا مقتول، قتلوه عمدي، قتلوه جراج، جماعة عسران ومتصيدين مترصيدين، له ذيك الليلة باش قتلوا خويا، قد كان عندهم حس في دارهم وما حبوش يروحوا لدارهم، قعدوا عند خويا، أنت <applause> <applause> وتت... تتخيلي محمد واش كان وش صرا باش قتلوه؟ انا كنت حاسه من اللي سبحان الله قاتي انا خويا ماكسيمو ماكسيمو 12 يزيدش برا كي يدخل انا نبلع الباب بالمفتاح وكاع يعرفوني ولاد حومتي كيف دايره مع خويا انا محمد كي راح يبات يقول لي ما نجيش اختي يقول ما نجيش نقول له والله غير جي. يدخل باش نسكر الباب باش عاد يدخل هو باش انا نغلق الباب مني ماتت يما من 2010 جامي خويا دابسنا معاه عايشين معاه ما شاء الله لباس عايشين معاه احلى عيشه أميتي الوحيدة كنت حابة نفرح بخويا هذا مش كاين دوكا <applause> كيفاش راكي تشوفي الخاتم لي مازالو عندك خاتمه قلت بدك دوك تشوفي الخاتم هذا تتفكري الفرحة اللي ما نتفكر ذيك الفرحة اللي ما فرحتش بخويا هذا الخاتم شريته فيه رمضان قبل, قبل ما قبل ما نخطب الوكاع وما قلتلوش كاع عليه حتى انا الخطبه تاعو باش يريتولو راني راه شاف الطفله وعجبته قلتلو محمد متخممش تقممش هذا الخاتم و انا درام تاع الطفو ما كاع خويا علينا شنو له التشريح دنا له التشريح ما خرجنا على ربعه طبعا دا حشيه باش تفناه ومن بعد اخويا تفناه ربي يرحمه وقعدنا خمس ايام خمس ايام احنا نحوسو نفهمو محمد شكون قتلو صيبنا قاعدين يكلمها بالفدار قاموا الليل والنار، الغاجيده داخل خارج علينا وعنا يصيبنا عيرانين، محمد شكون قتلوا؟ احنا محمد ما عندو عاد تعدو محمد ينحيها من فمو ويديها لخدامين تابعه، محمد حوايجه ما يلبسهمش الجدد ويعطيهم منهم يقول لهم هاكم البسوهم، يقولوا رايحين لدارهم يلتسفوا حاجه جديده يقولوا محمد طيالي نحيا على روحه ويعطيها يلبسها، محمد شكون قتلوا؟ الجوجه زغزتني كتدخل الدار الشرعه قالت لي خوك عنده فمو قلت لها ايه عنده فمو ها متصاوره قلت لها خويا فمو في سنانه وقعد طايحين مضروبه هنايا مضروب مسكينه هنايا مضروبه هنا مسكين مانيش عارف قاع واش دلو هذا ماذا لو كانت عدله لهم على ديارهم ما يديرولوش هكاك قالت لي شوفي خوك خوك مقتول قلت لها على بالي بلي خويا مقتول <applause> طيب ف... أه مليكة سيدي تهضري مع هذوك العمال اللي كانوا تما هذاك النهار شكون؟ اللي كانوا في الحضيرة هضرت معاهم سختي قلت نقول لي محمد شكون قتلو؟ قال لي ما على باليش قلت له انت معي وانا مأمنتك على خويا كيف محمد شكون قتلو؟ قال لي ما على باليش قلت له كيف ما على بالكش؟ قال لي طلعت عشا قال لي سهرنا في ب... في الحضيرة حضيرة. هذيك صاحرو قال لي طلعت عشا قال لي شراو الشراب وشراو الحشا وتعشاو قال لي ومن بعد كي ضربت الزوج طلع مع تعشى وفي بني مارد قال لي وجينا طيب وش... وش دخل الشراب في, الـ في الـ هو يحكي هكا للجوج في بوفاريك قال له انا اصلا ما شربتش قال له انت كي شريت الشراب على ما شربتش قال له انا دوريجين ما نشربش له تشرب لما شريتها صافي سكرت خويا بها وقتلته باين الفيل شريتها لخويا شربته وقتلته باش خويا ما يقدرش يرفض عليه خويا لو كان ما شربتوش خويا ما تقتلوش عشرة ما يقتلوش خويا ممكن ممكن يكونوا سكروا كامل و ما سكروش كيما هذوك الجرائم اللي صراو في جلسه خمر لا علينا كده. ممكن هذا الشيء؟ اه ممكن؟ ممكن؟ بس كاع ما ماتوش كي سكروا خويا مات هما خ... هما خمسه دوكا انت وين وين يوصل القضيه؟ قعدوا عام في الحبس عاودنا شارعنا كي شارعنا في بوفاريك زوج جدا والاعدام والاخرين طلقهم براعه قصنا احنا شرعنا هذوك خرجوا براعه كيعاودوا قعدوا شهر شهر واحد في الحبس قعدوا شهر واحد كيعاودنا الشرع قلت لكم كاع براعه انت <applause> واش كي طالبه دركا كاين واحد صاحبو انتي مليح بزاف واسمو انا علي ما خويا جا ليا قال لي قلي مليكه قال لي شوفي فلان وفلان هما اللي قتلوا خوك انا واش راني طالبه انا نتمنى من وزير العدل والرئيس تبوني يدنا الاعدام في البلاد لا اله الله محمد رسول الله ونتمنى من وزير العدل يعاود لي الحكم ونعرف خويا شكون اللي قتلو انا حابه خويا يرقد في قبره ويريح هذا واش راني طالبه انا راني حابه نعاود الشراء انا على بالي بلي خويا مظلوم وقتلوه خويا مقتول قتل عمدي وطبيب الشرعي يؤكد هذا اه الحكم الاول والحكم الثاني وحكم المحكمه العليا باش يقول يعني مرات مرات صدقا يعني مرات كي كن نكونوا نسمعوا يعني واش نحس انا جو بونس نفس الشيء يحسوه المشاهدين ويحسوه الجمهور ولا الضيوف مرات حتى نسمعوا اشياء مرات حتى الكلام اللي باش نقولوه تكلف حتى الهضره يعني كي نشوفوا انسان عريس يعني ساعات قبل ما يفرح بال بالفيونساي تاعو ما يلبس ما يلبس الخاتم لمرته ويتيغاي يقتل بهذه الطريقه ان شاء الله ما عريس ان شاء الله تعد تلقاي بها عريس الله انا ساكتفي بهذا القدر مليكة استاذه عبري اريد منك فقط على عجاله التعليق على على قضيه المراهق لانه قضيه امل ما زال ما فيها نعم امل مستعده تحكي. الى الاجراء نعم ربما عطفا على كلامكم لما قلتوا لها انه ما عندناش الحق نغوصوا في تفصيلات اكثر في هذه القضيه لانه ما زالت قيد التحقيق م. ولكن ما هو اغرب من هذه القضيه سيدي الكريم انه وين رانا عايشين؟ حبوا يرجعوا غابة ولا وما وين رانا رايحين بالعقليه هذه؟ وين راهي القيم؟ وين راهي الاخلاق؟ وين راهي المبادئ؟ وين عقليه بكري اللي كان للجار حلمه وللصديق حرمة. وللدار حرمه وللاب حرمه وللابن حرمه واحد قتل باباه <applause> الثانيه معاق ذهنيا وش دار لك انت تروح تغتصب وتقتلو اعطيني سبب للاخر في 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 جلسه بين اصدقاء يوقع فيها قتيل متهمين يستفيدوا من البراءه هنا تعرف أن المشكله مش مشكله قانون تحصلوش كلش في القانون هاو القانون عطاها الاعدام يعني القضيه قضيه اخلاق قضيه قيم باش نجي نحاسب انا هذا الانسان نعتدى على على هذا الانسان اللي معاق ذهنيا تعرف انه هذا الانسان اللي ارتكب الجريمه هو المعاق ذهنيا مش المخلوق هذا اللي مات اللي ملبس عليه هو اللي معاق ذهنيا ومعاق اخلاقيا بالنسبه لك سيدتي انا نتمنى انه القانون ينصفك ويعطيك حقك ويطبق في 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 مرتكب الجريمه ايا كان اقصى العقوبه اللي هي الاعدام ولكن بالنسبه لقضيه السيده دائما انا انا كمراه قانون انا مجبر على احترام احكام العداله لما حكيت معاك الحكم الاول كان كان اعدام لمتهمين والاخرين استفادوا من البراءه محكمه الجنايات سيدتي هي محكمه اقتناع على قد ما كنت قويه في ادله الاقناع على قد ما قنعت المحكمه انا راه المنطق اللي خليني نقول انه القاضي الاول لادان المتهمين كان على صواب والقاضي الثاني اللي برأهم كان خاطئ ما عنديش انا ما عنديش الحق نقول هذا الكلام لكن استمري في النضال قلت لك إن قضيتك انتهت على مستوى المحكمه العليا وطلب منك الاستاذ كلمه اخيره اللي هي وش تطلبي؟ قلت نعاود نطلب فتح تحقيق من حقك ما ضاع حق وراءه مطالب شفتي ادله جديده ظهروا لك شهود قالوا لك أنا عارفين شكون قتل خوك مكاتب الجمهوريه مكاتب المحاكم مفتوحه على على مدار الاسبوع قال يا سيدي الوكيل انا جيت لك حابه حق خويا مانيش طالبه اكثر انا مادابيا الناس اللي قتلوا لي خويا يديو اقصى العقوبه ومعاك انه لازم نطبقوا عقوبه الاعدام باش نوضعوا حد لجرائم القتل ولينا نخرجوا الصباح من بيوتنا والدينا يقولون ان شاء الله ترجعوا الله لا خدمتوا رجعوا لنا بخير رجعوا لنا احياء فقط وصلنا الان مشاهدينا الى فاصل اشهاري لعرض ارقام الهواتف وطريقه التواصل معنا في برنامج عشت وشفت لكل من يريد المشاركه معنا نحن في كل حلقه نذكركم ان اننا, أننا مستعدون لاستقبال جميع المواطنين ولكن بشرط ان ترسلوا لنا رسائل طويله تختصر القصه او الشهاده التي تريدون ان ان نعرضها في البرنامج وسنعاود الاتصال معكم، ارقام الواتساب والفايبر تظهر يعني خلال هذا هذا الكلام ونحن ننتظر ب بفارغ الصبر الاستماع الى انشغالاتكم وتلبيه طلباتكم بالمشاركه معنا في البرنامج. فاصل قصير ونعود الى اخر جزء من حلقه اليوم. آخر جزء من حلقة عشت وشفت لسهرة اليوم سنواصل مشاهدينا الكرام الاستماع إلى شهادة السيدة التي تعرضت إلى عذاب أو عقاب أو انتقام كبير من قبل والدها كما سمعتم في بداية الحلقة فإن هذه البنت هي أكبر أفراد أسرتها وتعرضت إلى سوء معاملة رهيب من قبل والدها وتعقدت الأمور وتطورت إلى مشاهد شيطانية لا يسعنا ذكرها في البرنامج ولا التفصيل فيها ولكن نحن كما قلت في بداية الحلقة نعول على ذكائكم لفهم ما حصل. سنواصل آخر جزء مع السيدة. الأخت بعد بعد ما عرفوا في الدار وعرفوا الجيران وعرفوا الشرطة وعرفوا المصالح وش صرالك؟ الاب الاب تاعك حكموا عليه مؤبد سجن مؤبد سجن مؤبد لانه اثبتوا عليه الشيء اللي داروا بالدليل القاطع وزيد بالشهاده تاعك انت يا ايه مانيش حابه انا ثاني على دخوله الى السجن ولكن انا ما يهمني في القصه قبل ان نختم الحلقه هو انه بعد سبع سنوات طلب يشوفك طلب يشوفني يعني. ورحتي شفتيه رحت شفتو كي كان في في اليامات اللي مات فيها م. ما طولش بزاف ماتوا يا ربي واحد العشر ايام هكاك ولا شفتيه كيفاش شفتو في حاله ما تقدرش توصفها م. م. او اوصفي لي يعني شفتو هكا شغل ضرباتو لاطونسيو كلش مات فيه يبقى غير النفس تطلع وتهبط هذا ما كان وعينه يشوف ويسمع وقت وقتاش قال لك هو سمحي لي كان كان في السجن كان في الحبس كان يرسل براوات ليمه م. و كانت راحت ليه طلت عليه يما وقال لها قولي لها تسمح لي وطلب مني السماح قلتي لي في السنوات اللي تجوزتيهم ما, كنتش مسامحاته انا سمحت له نهار شفته في السبيطار اه ايه تاثرت بزاف مش عارف راكي تبكي عليه ولا تبكي بين زوج نبكي على روحي الميكرو. نبكي على روحي الحاله اللي صارت لي كيما هاك ونبكي كاع صوالح أه حاليا انك عايشه نورمال مانيش نورمال نفسيتي تعبانه بزاف وتاثرت في الشيء اللي صرا لي مانيش مانيش نرقد مليح مانيش نخمم بزاف طول صح وش واش تقولي رساله لاي شخص ربما اي اب مجنون مجنون يعني بلا ما يبان عليه انه مجنون يفكر ربما في هذه الاشياء واش تقولي له نطلب من الاباء اللي عندهم هذه الفكره على ما يديروش هذه الغلطة باسكو راهي راح تدمر حياة حياة إنسان إنسانة شغل كيما صرات لي ليا بزاف لوكا هذه صعيبة بزاف ما عليك ننصح الآباء بزاف بزاف آه يتهلاو في بناتهم وما ما يديروش هذا لافيس آه هذو طيب انا في الاخير انا اشكرك الاخت على حضورك معنا يعني يعني ما كانش سهل عليك انه ما كانش سهل عليك انه تحكي لنا عليها في لما جيتي عندنا للشروق وماشي سهل عليك انه تهضري عليها دركا ولكن تاكدي لما انه اي اي طفل او طفله او اي ممكن يتعرض لموقف مماثل نحن ندعوه من البرنامج الى الحديث مع شخص بالغ، واذا كان هنالك تواطؤ داخل العائله نحن ندعو المتضررين من هذه القضيه الى التوجه مباشره الى مراكز الشرطه ومراكز الأمن أو الاتصال بمراكز الشرطة وتبليغ أي شخص بالغ عن سوء المعاملة التي يتعرض لها الأبناء من قبل أشباه الآباء لأنه لا يستحقون فعلا كلمة كلمة أب أنا أشكرك على مشاركتك معنا في في البرنامج وسنبقى على تواصل بحول الله سنحاول أن نساعدك بطرق مختلفة شكرا لك شكرا لك. شكرا, أخي شكرا طيب مشاهدينا الكرام في اخر جزء يعني نحن ن... نحن تقريبا تحت الصدمه من الموضوع الذي استمعنا اليه ولكن هذه حقيقه مسكوت عنها بشكل كبير وبشكل يتحول مع الوقت الى تواطؤ ويتشجع من خلالها المجانين لارتكاب افعالهم لاننا لا نتحدث عنها لاننا وعندما لا نتحدث عنها لا ي... لا ينالون الجزاء وال والعقاب مشاهدينا الكرام الى ختام هذه ال الحلقه المعنونه بجرائم شيطانيه طرق بشعه و ابرياء وعزل وناس ضعفاء قتلوا بطريقه وحشيه ولكن هنالك دائما مقوله تشدد على ان التسيب هو من يتسبب في انتشار الظواهر والمجرمين ويجب على يجب ان ينال كل مجرم جزاء في نهاية الحلقة أنا أشكر الأستاذة فريدة عبري على حضور كذلك الإعلامية سارة بانا على أمل استقبالك في حلقات أخرى بحول الله وأشكر كل المواطنين الذين جاءوا إلى برنامج عشت وشفت والذين تقاسموا معنا دقائق فقط من اللحظات المؤلمة التي أسالت دماءهم وأسالت دموعهم سنلتقي بحول الله الأسبوع المقبل دائما في برنامج عشت وشفت على قناة الشروق قناة كل العائلة إلى اللقاء